تريليونان ومئتا مليار دولار قيمة التجارة الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، هذا ما كشفه تقرير لمنصة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين عن إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية عالمياً في النصف الأول من العام الجاري. ووفق التقرير، تستحوذ التجارة الإلكترونية عبر أجهزة الهاتف على 60% من عمليات البيع والشراء، مع توقعات بأن تتجاوز المبيعات ما يقارب 4 تريليونات دولار بحلول عام 2027. وعزت منصة ستاتيستا الزيادة الهائلة في استخدام الهواتف المحمولة للتسوق إلى عوامل عدة، بينها انتشار الإنترنت وسهولة الدخول إلى الشبكات بسرعة وكفاءة وموثوقية، وتوافر تطبيقات التسوق من خلال الهواتف المحمولة. وأشارت المسوحات أيضاً إلى تزايد استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، مما يسهم في زيادة وعي المستهلكين بالعروض والفرص التسويقية. وأضافت منصة ستاتيستا أن تطور أرقام التجارة الإلكترونية عالمياً يؤشر على مستقبل واعد لعمليات البيع والشراء عبر الهواتف الذكية والحاسب الآلي، وقد يدفع إلى الاستغناء عن التسوق بالطرق التقليدية.